بسم الله الرحمن الرحيم. يسرني بصفتي رئيس مبادرة نمى العالمية أن أقدم بشرى لسكان هذا الشام. كما ورد في التقرير، لديهم نقص في الخدمات والإنارة والمياه. هناك بشرى من مبادرة نمى العالمية بإذن الواحد الأحد، إنشاء مشروع لإنتاج مياه الشرب والري، مليون لتر مربع، مليون لتر في اليوم، من مساحة 100,000 متر مربع. وستكون المياه تنتج غنية بالأكسجين وبدون كهرباء، بل من الطاقة الشمسية. لا يوجد في إنتاج المياه أي عنصر كهرباء، فهو إنتاج مستدام من طاقة مستدامة وهذا النظام أسميناه سوماث، من سولر ماث، يعني حسابات السولر ماث. هذا بالنسبة للمياه والزراعة. لكل فرد سيكون هناك نصيب 50 لتر تقريبا في اليوم. هو الإنتاج 100 لتر، إن شاء الله إنتاج 1.5 مليون لتر في اليوم، وسيكون تلت سبيل. إذن هنا نصيب كل فرد، لكن الزراعة ستكون أكثر من حاجة هذا الشام بأضعاف كثيرة جدا. وليست فقط الزراعة بل الرعي وإنتاج الصوف أو الملابس الصوفية. فهذا المشروع إضافة إلى مشروع 5,000 صحة و5,000 تعليم عالمي. سيكون هناك 500 من يعملوا أو خريجي الجامعات في مجالات الصحة، مجال التمريض والصيدلة، وأيضا مجالات المختبرات. طبعا الوظائف من السعودية ومن غير السعودية ومن الدول المشاركة. سيكون هناك تقريبا يوجد مبنى صحي لاحتواء 30 غرفة، 15 غرفة عناية مركزة و15 غرفة عمليات اليوم الواحد. سيتاح لسكان هذا الشام المساهمة بحد أدنى لكل شخص 1,000 ريال في التأسيس. وسيتاح أيضا لمصر المساهمة لكل شخص 1,000 ريال، ما يقال يقدر للعوائل المشاركة في برنامج 5,000 صحة. وبرنامج 5,000 تعليم نفس الشيء، من حق كل عائلة المساهمة في التأسيس لتقدم الخدمة بتخفيض 80%. يعني المساهم يدفع 20% فقط في التعليم العالمي. وإن شاء الله المواعيد
بداية التسجيل من الآن حتى جانوري، تسجيل الأسماء المساهمة لدى الإنترنت كول سنتر أو السنترال الآلي، وهذه هنا يفتح مجال عمل من البيت. وأريد أن أعلن عن وكيلة الاستثمار أو الاستثمارات في مصر، الدكتورة مها أو دكتورة التمريض مها ميزار، والتي هي معروفة في أو بين الأطباء وخاصة الجراحين، وهي أيضا تعمل مع اللواء الدكتور أو البروفيسور ياسر الشيخ المعروف في عيادة برج الصفا المجاور لمستشفى الصفا في المهندسين، وعيادة باب اللو، وعيادات أخرى. تجد الدكتورة مها مرتبط اسمها بالدكتور ياسر الشيخ، والدكتور ياسر الشيخ له برامج أو مقابلات في القاهرة والناس، يعني عند الدخول للقاهرة والناس، فكل الأرقام هي للاتصال بالدكتورة مها. وشكراً.